قام الأمن بدخول مدينة بصل الحرير في محافظة درعا ومداهمة المنازل وخلع الأبواب ونهب المنازل من الأثاث والأموال. هذه إصلاحات بشار الأسد. هذه إصلاحات بشار الأسد. قاموا بمداهمة المنازل وتخريب الأثاث وتكسيره. هذه إصلاحات بشار الأسد. هذا ما فعله الشبيحة والأمن. درعا، مدينة بصل الحرير في محافظة درعا، قاموا باعتقال الناس.